عالم كره القدم. كابتن محمود فتح الله مساء الخير. حبيبك يا سيف، اخبارك يا كابتن؟ كله زي الفل الحمد لله. مباراه عظيمه، اداء رائع الحقيقه. والله الحمد لله كابتن سيف، يعني ماتش نتيجه كبيره وثلاثه بونت مهمين جدا. ماتش فيه احداث، يعني يمكن احنا متعادلين الدقيقه اعتقد حاجه و60 70، وكان الاداء يعني مقلق شويه، وما يقولش ان النتيجه تروح لكده، لكن في اخر 25 دقيقه ما شاء الله يعني اللعيبه عملت مجهود كبير جدا، وبان ان عندهم هدف وبيفاضلوا عشان الثلاثه بونت، لان الثلاثه بونت بالنسبه لنا مهمين جدا. فالحمد لله ربنا كرمنا طبعا وكرم اللعيبه بالنتيجه دي والاداء ده. الراجل النهارده مبسوط ولا زعلان؟ تكيس ولا مين؟ وفي حد طاير طبعا. اكيد مبسوط طبعا، واحد كسبان خمسه وماتش مهم بالنسبه له، يعني محطه من المحطات اللي احنا كنا طبعا بنفكر فيها. فبتكسب خمسه، ناس بتجيب اجوان، بتوصل، بناخد ثقه، وعندنا ماتش كمان يومين، يعني مش هنلحق عشان نتمرن، هندخل المعسكر بعد بكره. فاكيد اكيد مبسوط جدا يعني، وكلنا مبسوطين اكيد يعني. كم الفرص الضايعه يا كابتن؟ مرعبه، وفيهم كور، يعني في كره في الشوط الاول انا شفتها من 1 2 كده، انا مش فاكر لمين، يعني سهله بتاعت فخر اللقاي، بتاع فخر اللقاي، دخل لو عمل اي حاجه هتيجي جون. دي يمكن احسن حاجه يعني حصلت الشوط الاول، يعني غير جون الكارتي، يعني الكره دي عملنا اربع خمس بطولات في مناطق قدام ال 18 ودخلنا ال 18 وراحت لفخري، كان يعني طبعا ما فيش توفيق فيها، لكن لو كنت انا حابب انها تيجي جون كانت هتبقى الجمله كلها كويسه ولعبه تستحق انها تنتهي بجون يعني، لكن ربنا كرمه في الشوط الثاني وقدر يجيب جونين، لان دايما حضرتك عارف ان المهاجم لازم الاجوان هي اللي بتفوقه، بترفع معنوياته، فهو يعني الفتره الاخيره ما جابش جون كتير، لكن بيأدي اللي عليه وبيقاتل، والنهارده الحمد لله بيجيب جونين وبيساعد الفرقه، وعبد الله بيجيب جونين فتحوا لنا الماتش، يعني جونين عبد الله سعيد اعتقد هم اللي فتحوا لنا الماتش بشكل كبير، فالحمد لله. كاملين المباراه اللي جايه يا كابتن، رمضان موجود؟ رمضان اعتقد لا، هيبقى صعب يلحق الماتش ده، لان الماتش كمان انت لو عندك اي حد عنده اصابه، شويه صداع ولا عنده اي حاجه، ان تلعب ماتش بعد 48 ساعه تدخل الماتش الثاني، اي حد تعبان مش هيلحق يعني، او بتبقى فرصه صعبه جدا، غير لو انت عندك مثلا بين الماتش والماتش خمس ايام، لو في حد عنده اصابات ممكن يخف او تلحقه يعني، لكن يومين دي صعبه جدا يعني، فاعتقد ان رمضان بنسبه كبيره مش هيكون موجود. ان شاء الله باذن الله كابتن، بنالكم كل التوفيق والف مبروك النهارده. ربنا يخليك يا كابتن سيف. بشكرك كابتن محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز. بيراميدز حياه عامل